من هذا الخبر نذهب إلى خبر آخر، ربما يكون الخبر الأخير. الوفد بتقول وزير الإسكان ينقذ مصابا انقلبت سيارته على الطريق. الحقيقة أنها لفتة إنسانية. التفاصيل أنه خلال توجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الطريق خلال توجهه لمدينة مدينة السادات لافتتاح 70 مشروع 70,000 فدان، فوجئ بانه في حادثة على الطريق وسيارة ملاكي اتقلبت. الوزير فضل واقف وفضل يتابع الامر لغاية ما جت عربية الاسعاف، وكلف الوزير محافظ المنوفية تحديدا بسرعة استدعاء عربية الاسعاف، والعربية جت ونقلت المصاب. بس هو السؤال الحقيقة انه مش كل المصابين بيلاقوا وزراء عشان يجي لهم بسرعة عربية الاسعاف. فالوزير الحقيقة كان له يعني لفتة مهمة، غير ان هو توقف لهذا الحادث، ان هو كمان قال لابد أن يكون هناك سرعة لإنشاء مبنى للإسعاف على الطرق الجديدة، ولازم يتم تنفيذها في هذه المنطقة تحديدا وفي معظم الطرق، ويكون في وضع علامات وأسماء وعلامات استرشادية على الطريق علشان الإسعاف تقدر تمر بسهولة وتصل لأي حادث وتنقذ حياة الناس.